وبالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا المؤثرة في مؤشرات الأسواق الأمريكية فأغلقت كالتالي: انفيديا 128 دولار و 32 سنت وارتفاع ب دولار و 86 سنتا، مايكروسوفت 413 دولار و 90 سنتا، للسهم أبل يغلق على ارتفاع بدولار ب 228 دولار و 18 سنتا، أما الفابت فتراجعت إلى مستويات ال 164 دولار و 65 سنتا للسهم الواحد. أما عن الأسهم الأخرى وأسهم ميتا الذي أغلق بقرابة الدولارين عند 519 دولار و 19 سنتا، أمازون 173 دولار و 11 سنتا تراجع بدولارين و 40 سنتا تقريبا، وتسلا تتراجع بأربع دولارات عند 209 دولارات، وكوالكوم يصل إلى 173 دولار و 95 سنت وارتفاع بأربعة دولارات و 46 سنتاً.